لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. مرحبا بك حول جميع المستمعين الكرام. بفعل فقط كتنتظر فريق الجيش الملكي مباراة مهمة هي الثالثة للمدرب فان دير بروك. الفريق الجيش الملكي اللي غيحاول انه يكرس ديك الانطلاقة ديالو الايجابي بعد انه في البطولة كنعرفوا بانه كان تعادل بواحد واحد تعادل ايجابي مع الرجاء، ومن بعد فهو عاد انتصار على مولودية وجدة 2-1 وكان انتصار جدا مهم لذلك انه كان الاول بالنسبه للمدرب البلجي. وكنعرفوا بان اي مدرب جديد الا وكيحاول انه يبحث على تحقيق نتيجه ايجابيه يعني باش انه ياكد ديك البصمه ديالو. وكان مهم ايضا حتى بالنسبه لفريق الجيش الملكي لان كنعرفوا يونس بان الجيش فهو سال هذيك كيف يقولوا المرحله الاولى ديال الخمسه ديال المباريات الاولانيين كانوا بنتائج يعني متواضعه، كان فيها انتصار واحد جوج ديال الهزائم جوج ديال التعادل الثاني حتى اللاعبين فهما كانوا شويه بحاجه انهم باش يرجعوا ديك الثقه، ولكن غيحاولوا انهم يكرسوا يعني هذا الانتصار هذا في المباراه ديال المقبلات شباب المحمدي. وبالمناسبه ففريق الشمالي كتكون انتصارات بجوج فهما تسجلوا خارج القواعد يعني على صريع وزم وايضا على مولية وجدة، وبالتالي فحتى هذه المباراة هذه فهي غتكون بعنوان البحث عن الانتصار الاول بمركب مولاي عبد الله بالرباط. الفريق اللي كان استعد لهذه المباراة يعني نهار اثنين بعد ما جراو المباراة امام مولية وجدة السبت فالمدرب فهو عطاهم يوم راحة يوم الاحد واثنين فهما بداوا التدريب ديالهم في المساء، وبالتالي فقيادة للمدرب فان دير بروك وايضا حتى ثنائية المدرب المساعدين ديالو لا عادي استرجع ايضا عزيز صامتي فهما الجروب ديالو ايضا الى جانب يعني المدرب ديال الحر خالد العسكري والمعيد البدني حسن عزيز. فهاد يعني الطاقم التقني فهو واصل التدريب ديالو استعدادا لهاد المباراه. جميع اللاعبين فهما غادي يكونوا حاضرين في هذه المواجهه هذه، وهذا بالنسبه للمدرب فهو شيء جيد لان كنعرفوا كل مدرب الا وكيحاول انه يعني يكونوا جميع العناصر اللي حاضر، خاصه ان المدرب فهو يعني لاحظنا بانه اذا جينا نشوفوا يونس لا التشكيل لعب به مع الراجا ولا التشكيل لعب به مع وجدة فكان هناك تغييرات. فالتغيير بالنسبه للتغيير اللي كان في مولية وجدة هو انه لعب بثلاثه ديال الدراري في الافلاكس يعني لا كل من انور ترخات وكذلك بورغيس ثم بانغانا خلاف المباراه الاولى امام راجا فشفنا جوج اللي كانوا في الافلاكس كان فقط بورغيس وكذلك كان اللاعب بانغرو. شنو التغيير الثاني اللي هو كان جلس اللاعب محمد خلوي اللي كيلعب في الرجاء كيلعب ضد الرجاء تيتولير ودخل مكانه اللاعب طونغار اللي رجعوا للرسمي. هنا كيبان بان حتى الاخبار اللي عندنا ان فان دير بروك فهو كيحاول دائما كيعطي الاولويه للعطاء يعني اللاعب اللي هو واجد يعني في الفورمه ديالو فهو يعني كيدخلوا بالتالي ما عندوش ذاك اللاعب اللي اساسي. وكنعرفوا بان حتى من يعني من اللاعبين اللي ما شفناهمش يعني تشيلك كل من ايمن الشبني كنعرفوه من الموسم الماضي هو لاعب اساسي الى جانب حمزه مجاهد فيعني خاصه الشبني اللي كان عنصر يعني رسمي ديال ذات وناقش ولكن مع المدرب الجديد فالشبني فهو فقد الرسميه ديالو وادوات التنافسيه اللي كيحاول انه يبحث عليها يعني المدرب ويعطي ايضا واحد العنصر اخر ديال الثقه واعتبار بان تغير يعني المدرب حسب يعني المعطيات ديال المباراه. فاذا شفنا مثلا كما قلنا فلعب ثلاثه فلاكس يعني غنتظروا كيفاش غادي يكون التشكيل اللي غيلعب به امام فريق غنشوفوا يعني عبد اللطيف ايضا حتى فان دير بروك واش غيكسر ديك القاعده ديال ما كنغيروش فريق اللي كيربح يعني انتصر في الماتش الاخير ضد فريق مولودية وجده واش غيكون تغييرات كثيره على التشكيل ديالو في الماتش ضد فريق شباب المحمديه. شباب المحمديه حتى هو من الانديه اللي كتقلب على نتائج ايجابيه ولكن هذا الماتش هذا اون ديبلاسمون للعاصمه الرباط غير التحضيرات ديال فان دير بروك والمجموعه ديالو والستاف تكنيك ديالو لهذا الاسبوع هذا لهذا الماتش كيفاش كانت؟ كانوا يعني تحضيرات عاديه او لا حاول باش انه يلعب على العامل البدني باش يوجد لاعبين ديالو الباقي مباريات هذا الموسم؟ كانت يونس تحضيرات عادي لان العمل وكل عمل فهو دار في الفتره ديال توقف البطوله لا على المستوى يعني التنافسي فلعب هو اربعه ديال الماتشات وديه ولا ايضا حتى على مستوى يعني التدارب البدنيه فهو كان تيدير في بعض الايام فهو دار جوج ديال الحصص تدريبي باش انه رفع
من اللياقه البدنيه. وهذا الاسبوع هذا بحكم ان المباراه كانت شويه قريبه يعني الجمعه فالتدريب هو كان جرى حصه تدريبيه واحده كان في المركز العسكري يعني ما يعني منذ يوم الاثنين كانوا اللاعبين داروا مباراه ما بيناتهم يعني نهار الاربع ومن بعد فات مشات يعني التدريب هي بشكل عادي. واليوم في الفريق يعني غادي يجري حصه تدريبيه خفيفه غير من خلال المدرب يعني الروتوشات يعني التقنيه وكذلك التكتيك وممكن ان نشوفوا يعني حتى يوضع يعني التشكيل اللي ممكن يلعب فيه. وهذا غادي يجرنا يونس باش نتحدثوا على التشكيل يعني المتوقع اللي ممكن يلعب به ضد فريق شباب المحمدي. وحنا كما حنا نتوقعوا بان يكون يدير جوج فلاكس ماشي بحال المباراه الاخيره فيها ثلاثه فلاكس. فمنتظر انا نشوف ايوب الكرد اللاعب اللي يعني اللي هو الحارس اللي ولات رسميه ديال لا تناقش وسليمان محمد مفيد فليسر يعني محمد جاري فلاكس ممكن نشوفه يعني كل من بورغيس وكذلك بانغالا اللي رجعوا فان دير بروك المكان ديال الاصلي بعد ما كان يلعب في وسط الملعب. وفي الوسط غنشوفوا هنا اللاعبين اللي ولاو يعني التيتولار لا اللاعب جلال الدودي يعني جلال الدودي اللي نفتحوا قوس يونس يمكن اعتبروه من الصفقات المهمه وشي كان تيبحث عليه يعني فريق الشمالكي اللاعب مسجل دوبلي اللي سجل دوبلي في المقابله الاخيره مع مولودي مع ضد مولودي شوجدا بالفعل فالجيش لو لقى اللاعب اللي كيضرب لي بيراتي كنعرفوا يوسف بانه كيضرب بيراتي مع فريق حسن اكادير ومن غير هدفين يوسف عطى داك لو بلوس يعني كان ما كان يعاب يوسف على فريق الشمالكي هو ما كاينش داك لو ليدر ما كانش يعني اللاعب اللي عنده تجربه اللي عنده خبره من بعد يعني الخروج علي بن عمر جديده مع فريق الاتحاد طنجة فبقى التساؤل شكون اللي غادي ياخذ يعني الثقه ديال المدرب ولا ديال المجموعه كامله. دائما كنعرفوا في كل فريق ضروري يكون الليدر وكما قلتي جلال الدولي يمكن عنده من المواصفات باش ياخذ داخل الفريق الجيش الملكي. فعلا هذا هو اللي غيكون لا على المستوى الشخصيه ديالو حتى على المستوى التقني. فانا كنعطيك من خلال يعني البدايه ديالو فكيتعتبر انه قيمه مضافه حتى ان الجمهور ديال فريق الجيش الملكي فهو اثنى على العطاء ديالو. كنتمنوا بان الداودي يمشي في هذا الاتجاه هذا لان فريق الملكي بحاجه للاعب يعني من الطينه ديالو كما قلنا جوج ديال لي دومي ديفونسيف لا حريمه وجلال الداودي ممكن نشوفوا يعني العوده ديال زكريا فاتي قدامهم لان شفنا ماتش اللي فات عاد ظهر لانه كان يشكو من مرض ممكن نشوفوا هو اللي يلعب العشرة. وفي لاطاك يكون رضا سليم جوزيف كنادو في اليسار غيبقى الاختيار يونس ما بين الخلوي او اللاعب طونغر يعني غادي ننتظروا اذا هادو هما الاونز دو ديبار اللي ممكن فان دير بروك يعتمد عليهم في هذه المباراه. نسمعوا ايوب الكرد حارس فريق جيش الملكي. عزيمتنا قويه بالنسبه للمباراه القادمه لعبه حد المسؤوليه اللي عليهم بحكم المباراه غتكون داخل الديار ديالنا وكنتمنوا النتيجه تكون لصالح ديالنا ونبقاو غادي نفسك الانتصارات بحكم ان اللاعبين الجمعه ان شاء الله خصنا اوليزين نربحوا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.